السلام عليكم، كيف حالك يا بط؟ بالله خش ناديلي سليط. وعليكم السلام. با هاي الدقيقة. سليطة سليطة يا سليطة سليطة، يبيك صاحبك البرة. واك النفاخ، قول له سليطة مش قاعد. باه قال لك سليطة أنا مش قاعد. سليطة يا مصخ اطلع نبيك. سليطة يا مصخ اطلع نبيك. شن قال الفرخاوة؟ باتشا يا حلالي. باتشا باتشا. السلام عليكم يا حاج، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله في نعمة، انت شن حالك؟ الحمد لله. لا يا حاج، ما عندكش بدون نفطة؟ ها؟ لا لا ما عنديش. إلا يا بوي عندنا. دي وين ما عندناش؟ في ورا الحوش هالبابانقا داسينهم، حتى مغطينهم من فوق على خاطر الشمس. الوليد شايف بنقات مية يسحبهم بنقات نافطة ما يعرفش سيكي. نعرف ان تسحبها. قال شباني بعمر بوي. لا لا تربية ما فيش. تيجين ما يحترمش في بوه امه، تبي يحترمك انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بوي يا بوي. ها نعم شن تبي؟ قلت لك امي تعال تعشى قبل ما يبرد العشاء. باهي تو نجي. بعد ولد محمود ما شاء الله التربية. ايه تبارك الله. بوي قلت لك امي تعال كم تتعشى توا توا، ولا كان هذا الليل نهارك احرف ترقد بلاشا. ها ايه هاني جاية. شيني يا نجمة، مشيتي نعرس بنت سماح؟ ايه مشيت. شيني العروسة طلعت جنينة؟ ايه. لا امي قالت شينة وسنونها مع وجات زي بنتك. مسكين الراجل مش عارف كيف خده. انت قلت هيك يعني؟ لما كنت تحكي لاخواتي في الصالة انا سمعت. ايه قولي كيف كان العرس؟ جنين مسان. لا مش جنين، امي قالت وجيه فقر اعطونا شي ناكلوه لين قريب نروحوا، ولما حطوا العشيه حطوه مسقع. بطشة برا العب ايبادك. ايه لا يحكي على عرس ثاني. متلخبط. ايه قوليني شن حال الحاج؟ الحمد لله. امس عارك بوي وامي، وامي قتلة طلقني مليت منها العشه هادي والله. بطشة وبوي قالها بري يا جوجة شنطة، وامي ناضت خنقاتها بمحرمتها قريب قتلت لين جت قمر وحزت طليدي. ايه ما سمعتش ان قالت امي على جداي. ايه بطشة تعال عني تعال. والله حق نجمة، شن جو الكنة الجديدة؟ مرجانة ايه مش صلّى عليها فالحة وطيبة. عاد اخترتها انتي. كان خليت الشر على بناتك بيجيبوها للكنة بايرة. والله غجتي صاحبتي، كان هذا شن قصدك ها؟ جابوني كنة بايرة ها؟ ايه جوكم مليح، من انت وانتم صاحبات؟ من زمان امهاتنا كانوا صحبات، يعني من احنا صغار واحنا صحبات. وك 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 من هذاك الوقت وانتو صحبات؟ معقوله ما تعاركتوش ولا مره؟ وك عليك قولي ما شاء الله ما شاء الله، ما تخافيش ما ناخدوش بالعين. هاي بالسلامه. هاي بالسلامه، وما تنسيش الجمعيه. باهي باهي تو نجيبها. هاي بالسلامه بالسلامه. غير الشاشه من صغرهم اصحاب وما تعاركوش ولا مره. درهولي كبدي هم يصحبوا.
صاحبتي ويا صاحبتي، غير هم الصاحبات في الدنيا. ايه تو نشوفوكم، كان ما خليتكمش تعاركوا ما نتسماش. تعرفي يا نجمة، أنا ديما نشكر في نظافتك، ديما نقول لهم نجمة حوش هي لقلق نظيف ما شاء الله عليها، حتى من بلادها فالحات خصيصا قمر، الله على الفلاحة، ما عندك حد غير من هو المحطوط اللي بياخد. صحيتي بارك الله فيك. يا شنو صحيتي، يعني نقول في الحق ما قلت شيء تاني. قمر فالحة حق شو قلتي؟ قلتلك حتى انتي ما شاء الله عليك. سلمك. يا نجم والله ماني عارفه شنو نقولك. شن في قولي. لا 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 فكيني، تو تصير مشاكل وقصه، فكيني ما نقدرش. غير قولي مشاكل شن بتصير، قولي. هو الحق انا بالعاني، واما نمشي نشكر فيك على خاطر سبب واحد. سبب؟ ايه سبب، لان في كلام طالع عليك انك خامرة وحوشك خامر وبنويتك خامرات وبايرات، قصدي هم يقولوا يعني تحديدا قمر، هم يقولوا يعني مش انا، بس هيك يعني نقول انك نظيفة وهيك، عرفتي هيك يعني، مش انا نقول، هم يقولوا. شني انا خامرة؟ مني هذا اللي قال لك هيك يا وبناتي بايرات وتحديدا قمر؟ مني قال لك هيك؟ مني يا نجماني نعرف مني، لكن كان قلت لك ديري روحك ما سمعتيش مني، انا الحق ما نبيش مشاكل. قولي مش حنقول. والله يا نجمة وربي يشهد علي اني ما نبيش ندير مشكلة بينكم. غير قولي. هاتي صاحبتك خديجة. خديجة؟ لا ما تديرهاش. تواني يا نجمة بنكدب عليك يعني؟ لا حشاك، لكن معقولة صاحبتي هيك تقول من وراي هيك تغتابني واني نشكر فيها خزي عليها؟ ايه والله الا خزي عليها، ويا ريتها تقول خامرة، بس غير انا ما نبيش نقول، ما نبيش مشاكل الحق. قولي شن قال التاني اللي ما تتحشمش على وجهها؟ والله هداك اليوم وقالت ما في حياتي جيتها في حوشها ضيفتني حتى طاسة مية قفاصة. انا ما ضيفتهاش حتى طاسة مية، والشاهي والقهوة والنسكافيه والعصير والغدوات والعشوات نساعتك، كل هذا خزي على صاحبة زي هيكي. اسمي يعني قلت لك هذا كله على خاطر واجعتيني الحق، انتي تعتبري فيها صاحبتك وتحكاها وتهدرزي معاها، وهي من وراك ما مخليه ما قايله الحق حاجه تقهر. والله ما قصدي نفتن بينكم، غير وجعتيني وخيتي. عارفاتك حتى نيتك صافيه. ايه والله الا نيتي صافيه من داخل، بيضه جبنه. باهي يا نجمة، هيك تديري فيا تحكي من وراي تغتابيني وتطلعي في الاشاعات عليا، خزي. اني ماشية للمة، ما تنسوش تحطوا العشاء على النار، ويا قمر لوح النقال من ايدك يا بايرة، وبري ضمك وجينتك. اها باهي لوحتة. شيني يا نجمة مبيتيش ولا واحدة من بنويتك؟ والله النصيب مازال. مين بياخد بنتك البايرة مالا قمر؟ ما صح وجهك يا خديجة، البايرات كلها بناتك يا خامرة. شني خامرة؟ ايه مصدومة دار روحك، ما هو ايه فالحة تحكي عن الناس وتطلعي في الاشاعات بس، ولما يجي الكلام عليك تقعدي شني نطلع في الاشاعات؟ مين اللي يكذب ويطلع في الاشاعات غيرك انتي؟ نحسابك صاحبتي طلعتي لفعة يا حنش يا قرامة، وتقرمي فيا وتقولي في الاشاعات، طالعة منها دار روحك، خزي على صاحبة زي هيكي خزي. خيركم صلوا على النبي، انتو صحبات. صاحبتي ما تقولش كلام خايب عليا. مين قالك انها قالت؟ جارتنا حنانة قتلي. حتى ليه قتلي مش غير انتي؟ توا حنانة تاخده بكلامها. وعلاش خيرها؟ توا ما تعرفيهاش حنانة الفتانة. ها؟ حنانة الفتانة السوسة بين الناس، هذه شغلتها في الدنيا، ما غير تفتن بين الناس وتخرب البيوت. وين هالفتانة هذه؟ حنانة يا فتانة شنقولك؟
وين مشيت هادي؟ الكتحة يا حنان.